أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، خير ما أحييكم به أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنعيش في هذه الدقائق المعدودة حول موضوع إن شاء الله يكون مفيدا، وهو عن مقاصد الأحكام الفقهية وآثارها التربوية. يعني مقاصد الشريعة كما نعلم هي غايات الشريعة. هل لمعرفة هذه المقاصد وظائف أو آثار تربوية تعود علينا؟ هذا هو الموضوع الذي سوف نتعرض له. كما قلنا في البداية إن مقاصد الشريعة هي غايات الشريعة، أهداف الشريعة، ما نزلت أحكام الشريعة لتحقيقه، ولا شك أنها نزلت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. وهذا هو في المجمل، لكن في التفصيل هناك تفصيلات، هناك مقاصد الأحكام بشكل عام، ولذلك حديثنا ليس عن مقاصد الشريعة بإطلاق، وإنما عن مقاصد الأحكام على وجه الخصوص، بوصفنا مكلفين من الله تبارك وتعالى بأحكام شرعية، بأوامر ونواهي. الأوامر دي تتضمن الواجبات والمستحبات، والنواهي تتضمن المحرمات والمكروهات، ويأتي المباح في المنتصف. طبعا نريد أن نفرق بين التربويات والدعويات. التربية هي ما يعود على الإنسان، على ذات الإنسان، سواء كان هذا الإنسان شخصا أم كيانا اعتباريا، يعني مثل الأسرة، مثل المجتمع، مثل المدرسة، الجامعة، المؤسسة، الهيئة، اللجنة إلى آخره. كل هذا له أبعاد تربوية، والتربية هي ما يلزم الإنسان من تهذيب نفسه وترقيته وتزكيته إلى آخره. وكذلك الأسرة لها تربية، والمجتمع له تربية، والأمة لها تربية. أما الأمور الدعوية فهي ما يتعدى خيره إلى غيره، ما يتعدى خيره إلى غيره. الإنسان يمارس الدعوة يعني يدعو الآخرين إلى الله تعالى، يدعو الآخرين إلى هذا الهدى والنور، إلى الهدى ائتنا كما قال القرآن الكريم. فنحن هنا نفرق بين التربية والدعوة، وحديثنا الآن عن أثر هذه المقاصد، مقاصد الأحكام في تربية الإنسان. أولا نحن نقرر أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها لها مقاصد ولها حكم، وهذا متسق تماما مع اسم الله الحكيم. الله تبارك وتعالى سمى نفسه الحكيم، ولا يمكن للحكيم أن يشرع شيئا عبثا، ولا أن يحرم شيئا أو يوجب شيئا إلا لغاية وإلا لحكمة. والله تعالى تناهى خلقه كما تناهى شرعه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن العبث، وتعالى عن أنه خلقكم بلا رجعة، بلا عودة إليه سبحانه وتعالى. إذن كل أحكام الشريعة الإسلامية لها حكم، لها مقاصد، ولكن كما قال الإمام ابن القيم: علمها من علمها، وخفيت على من خفيت عليه. ليس معنى أننا لا نعلم مقصدا لحكم من الأحكام الشرعية أن ليس له مقصد، لا، هذا يعني أننا نجهل هذا المقصد، لكنه موجود. وإذا كنا ننزه العقلاء ووجوه الناس عن العبث، فكيف بالله تبارك وتعالى خالق هؤلاء العقلاء وهذه الوجوه؟ وجوه يعني إنسان، وجه في الناس يعني يشار إليه بالبنان كما يشار إلى الإنسان بوجهه. الوجه هو البارز من الإنسان، فالإنسان الوجه في المجتمع هو الإنسان البارز في المجتمع الذي يرجع إليه الناس ويتحكمون إليه. فكل ما في الشريعة الإسلامية له حكم، له علل، له مصالح، له مقاصد، له آثار، له محاسن، وهكذا. والأحكام
الشرعية تتضمن أو ينضوي تحتها كثير من الأبواب. عندنا العقيدة، هناك أحكام خاصة بالعقيدة، وهذه العقيدة لها مقاصد، هذه الأحكام لها آثار في حياة الفرد والمجتمع والأمة. وعندنا أبواب الفقه الإسلامي، عندنا قبل ذلك الأخلاق الحاكمة على الفقه والأحكام، ثم عندنا أبواب العبادات من الطهارة والنجاسة إلى الوضوء ضمن الطهارة، إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الزكاة، إلى الحج، إلى الكفارات، إلى آخره. وعندنا أحكام الأسرة، خطبة وزواج وطلاق، وإلى وبعضهم يدرج تحتها المواريث إلى آخره، لأنها خاصة بالأسرة، خاصة بالأسرة. وهناك باب الأحكام، باب أحكام العقوبات والحدود، وهناك باب الجهاد والسياسة الشرعية. فهذه كلها أبواب من أبواب الفقه الإسلامي، وكل باب من هذه الأبواب له مقاصد خاصة به. العقيدة لها مقاصد خاصة بها، الأخلاق لها مقاصد خاصة بها، العبادات لها مقاصد خاصة بها، أحكام الأسرة، المعاملات، الحدود والعقوبات، السياسة الشرعية، كل هذا له مقاصد خاصة وتسمى بالمقاصد الخاصة لأنها تختص بباب واحد من أبواب الفقه الإسلامي. عندنا رتبة أعلى من ذلك هي المقاصد الكلية العامة، وهي الضروريات الخمسة أو الست بضرورياتها وحاجياتها وتحسينياتها. وعندنا ما هو أعلى من ذلك، وهو المفاهيم التأسيسية أو المقاصد العالية، وهو ما يتعلق بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وضبط حركة المجتمع وتأمين المجتمع. كل هذه مقاصد عالية ضبطها الإسلام وحددت مضامينها أحكام الشريعة الإسلامية. عندنا بعد ذلك الأحكام العملية التفصيلية، مثل الركوع، السجود، مثل السحور، الإفطار، مثل ما يتعلق بالطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الوقوف بعرفة. عندنا الزكاة، أصناف الزكاة، هذه لها مقاصد. فنحن نتحدث هنا عن الأحكام الجزئية العملية التكليفية. هل لهذه الأحكام مقاصد؟ نعم، بالتأكيد، كما قلنا في البداية، لا يخلو حكم من مقصد، علمه من علمه وخفي على من خفي عليه. طيب، التفقه بهذه المقاصد، مقاصد اللي هي المرتبة الدنيا، المقاصد الجزئية، المقاصد الجزئية يعني المقاصد المتعلقة بالأحكام التفصيلية، هذه من المهم جدا جدا أن يعرفها المسلم وأن يقرأ عنها. ونحن عندنا كتب كثيرة بحمد الله في هذا، ابتداء الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي المتوفى في القرن الثالث الهجري، وانتهاء بالكتب المعاصرة التي تحدثت عن الحكم وعن المصالح من وراء الأحكام التكليفية، مثل حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي وعدد كبير، وأيضا أستاذنا الدكتور صلاح الدين سلطان في العبادات ومقاصدها التربوية. وهناك كتب كثيرة جدا تحدثت عن العبادات أحكاما وحكما. فنحن بوصفنا مسلمين، فضلا عن أننا ندعو إلى الله تبارك وتعالى، لنا مهمة ولنا رسالة في هذه الحياة، لا يمكن أن نبلغ عن الله ورسوله إلا إذا فهمنا مراد الله ورسوله عن الله ورسوله من الله ورسوله. يعني نحن لسنا نفتئت على الله ولا على رسول الله، وإنما نحن نبين مقاصد الأحكام من خلال حديث القرآن وحديث السنة النبوية. فنحن نبين للناس مراد الله عن الله ومن الله، مراد الله ورسوله عن الله ورسوله من الله ورسوله، يعني كما قال الله ورسوله. وهذا له حديث طويل في كشف مقاصد الشريعة، الكشف عن مقاصد الشريعة أو طرق الكشف عن هذه المقاصد، وهذا له حديث آخر. المهم، نحن نتحدث هنا عن مقاصد الأحكام التكليفية وأثرها التربوي على الإنسان. القرآن الكريم في الحقيقة، دعونا نتحدث عن القرآن ورسالته التربوية. القرآن الكريم كله تربية، تربية للنفس، تربية للروح، تربية للعقل، تربية للبدن،
تربية للتفكير بثا وأمرا به وتوجيها إليه وتقويما له. القرآن الكريم تحدث عن التربية الروحية من خلال ما يتعلق بالإيمان، من خلال ما يتعلق باليوم الآخر، من خلال ما يتعلق بالله، بالرسل، بالكتب، بالقضاء والقدر، من خلال ما يتعلق بالشعائر الكبرى، صلاة وصيام وزكاة وحج، من خلال ما يتعلق بالحديث عن الكون والتفكر في الكون. كل هذا تربية فكرية، تربية للفكر. القرآن الكريم يربي على البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذا تربية للفكر. الفكر في القرآن الكريم، التربية الفكرية كثيرة جدا ومتنوعة. الآيات التي تدل على النظر وعلى التفكر وعلى الاعتبار وعلى التذكر، مئات الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن هذا الموضوع. والسنة النبوية كذلك، السنة النبوية أمرت بالعلم وبتحصيل العلم، وفيه تربية عقلية وفكرية. السنة النبوية أمرت بالصلاة وفصلت فيها، بالصيام وفصلت فيه، بالحج وفصلت فيه أحكامه، وهكذا. السنة النبوية قالت المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داني إلا أنزل له دواء، وهكذا. فنحن عندنا التربية شاملة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. طيب، إذا ما عرفنا ذلك واطلع الداعية أو المسلم بشكل عام على الحكم والمقاصد من الأحكام الفقهية العملية الجزئية التكليفية، يعني حينما يعلم الإنسان مقاصد الصلاة، هذه الصلاة جعلها الله تبارك وتعالى لذكر الله، جعلها لتقوى الله سبحانه وتعالى، جعلها لترقية الروح وحساسية الضمير، تعزيز حساسية الضمير، وأقم الصلاة لذكر، جعل الله تعالى الصلاة للنهي عن الفحشاء والمنكر، كل هذه حكم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي السنة النبوية من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الصيام ما مقصود الصيام؟ الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين تكلم كثيرا عن ذلك، عن أسرار الصيام وأسرار الصلاة وأسرار الحج وأسرار الزكاة. أرجو من الإخوة جميعا أن يقرأوا ما ورد في ربع العبادات عند أبي حامد الغزالي في كتابه العظيم إحياء علوم الدين، ويقرأوا الإحياء بتخريج الحافظ العراقي وتعليقاته على الأحاديث والنصوص النبوية، ونقرأ كتاب حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي، ونقرأ كتاب الصلاة ومقاصدها ومقاصد العبادات لعز بن عبد السلام، وهكذا. فنحن نريد أن نقف على مقاصد هذه العبادات، لماذا شرعت؟ ما الآثار المترتبة على القيام بها؟ ما الحكم التشريعية التي أناطها الله تبارك وتعالى أو أناط هذه العبادات وتلك الأحكام بها؟ معرفة هذه المقاصد وتلك الحكم لها فوائد تربوية، وهذه الفوائد التربوية تعود على الفرد وتعود على الأسرة وتعود على المجتمع وتعود على الأمة كلها. لكن دعونا نركز الآن على الفرد بوصفنا مكلفين، وإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، ويصلح بصلاحها المجتمع، وتصلح بصلاحها الدولة والأمة. فإذا ما ركزنا على الفرد يكون ما بعده أهون إن شاء الله، مع أن هناك ما يختص بالأسرة، وهناك ما يتعلق بالمجتمع، وهناك ما يتعلق بالدولة، وهناك ما يختص بالأمة. فلكن دعونا نفصل القول هنا في الركيزة الأساسية للتربية وهو الفرد. أنا رصدت لكم 10 فوائد تربوية تعود على الفرد المسلم إذا ما تفقه بمقاصد الأحكام الفقهية العملية الجزئية التكليفية. الفائدة الأولى زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حينما نقرأ مقاصد الأحكام نوقن بأن الله تبارك وتعالى حكيم، لا يشرع شيئا عبثا، ولا يوجب أمرا إلا لمصلحة، ولا ينهى عن آخر إلا
لمصلحة، جلب مصلحة ودفع مفسدة. والتفقه في هذا يجعل الإنسان يجعل إيمان المسلم في زيادة. والذين آمنوا زادهم إيمانا، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان موجود، لكن حينما تتلى الآيات على المؤمنين سيتفكرون فيها، وهذا التفكر سوف يجعلهم يزدادون إيمانا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، جددوا إيمانكم، زودوا إيمانكم. فنحن مطالبون بأن نزيد في إيماننا، إيماننا نحن يعني تديننا. زيادة في الإيمان هنا ليس معناها الزيادة على أصول الإيمان، لا، الإيمان لا يزيد وينقص، إنما التدين هو الذي يزيد وينقص، ونحن نريد أن نكون تديننا في زيادة دائمة. وهذه الزيادة لا يمكن أن تكون إلا من خلال معرفة الحكم والأسرار والمحاسن الموجودة في الأحكام التكليفية. الوقوف على هذا يزيدنا إيمانا بالله وحبا لله، ويجعلنا دائما في صلة بالله تبارك وتعالى وفي حب لله الذي شرع لنا هذه الأحكام بهذه الحكم وبتلك المقاصد. الفائدة الثانية هي تعظيم الله تبارك وتعالى وزيادة حبه، وهي مرتبطة بالفائدة السابقة أو متفرعة عنه. حينما ندرك أن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذه الأحكام بهذه المقاصد، شوفوا الصلاة، ما أعظم الصلاة التي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، فرضت في السماوات، جعلها الله تبارك وتعالى 5 في الأداء و50 في الأجر. هذه الصلاة يتطهر من بها الإنسان، الإنسان يتطهر فيه كأنه يغمس غمسا في ماء يتنقى به ويتنظف به ويتطهر بدنه به، وتتطهر روحه بالوضوء، يتطهر البدن وبالصلاة تتطهر الروح وتسمو النفس وتشرق الروح ويهذب الوجدان ويصفو العقل، ويقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجيه، يناديه، يدعوه، يتوب إليه، يتوكل عليه، يسأله الرحمة والمغفرة، يستغفره، يبكي بين يديه، يخشع أمامه، يقول له: يا رب أتيتك، تركت عملي وأتيتك، فاغفر يا رب وتجاوز. ما أعظم الصلاة! الصلاة معراج القلب إلى الله تبارك وتعالى. الصيام حينما يمسك الإنسان عن هذه عن الطعام والشراب والشهوات حسبة لله، وطلبا لرضا الله والجنة دون سواه سبحانه وتعالى، يشعر الإنسان بأن الجانب الروحي انتصر على الجانب البدني، فتشف الروح وتصفو النفس وتقترب الدمعة، ويصبح الإنسان أقرب ما يكون إلى الملائكة. ولهذا يجيب الله تبارك وتعالى دعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إجابة الدعاء جاءت في سياق آيات الصيام. الحج هذه العبادة العظيمة التي ملؤها التكبير والتهليل والتسليم لله تبارك وتعالى، وهجرة الأوطان والأهل والأحباب والأصدقاء، والتوجه إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وإلى الانتشار لأمر الله بالحج، وأذن في الناس يأتوك بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهد منافع. فهذا الاطلاع على هذه التشريعات يزيدنا حبا لله. ما أعظمك يا رب، ما أقربك إلينا وأحنك علينا وأرحمك بنا وأرأفك بنا، أنت رؤوف رحيم، شرعت لنا هذه الأحكام العظيمة التي فيها مصالحنا في الدنيا والآخرة. فنحن نحبك يا رب، ونعظم أمرك ونهيك يا رب، لأنك تستحق ذلك بدون شيء. فكيف إذا شرعت لنا هذا الشرع العظيم؟ ألا نزداد لك حبا؟ ألا نقبل عليك؟ ألا نؤمن بك؟ ألا نعظمك سبحانك وتعالى وبحمدك؟ لا شك أننا سوف نعظم الله ونزداد حبا لله ونزداد إيمانا بالله. الفائدة الثالثة التربوية هي الفخر والاعتزاز بأحكام الشريعة الإسلامية. بعض المسلمين
يتوارى من القوم من الناس لأنه مسلم، ولأنه يتبع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا مسلم ضعيف، ضعيف الثقافة، ضعيف الصلة بأحكام الشريعة، ضعيف الصلة بالله سبحانه وتعالى العظيم الواجب له الحب والامتثال والانقياد والطاعة والامتثال. حينما ندرك هذه الأسرار وتلك الحكم نزداد تعظيما، نزداد فخرا بأحكام هذه الشريعة، نفخر بها ونسمو بها في السحاب، ونغالي بها ونفخر بها على العالمين. يا أيها الناس نحن مسلمون، هذه أحكام شريعتنا كلها مصالح، كلها عدل، كلها رحمة، كلها حكمة. كما قال الإمام ابن القيم: إن مبنى الشريعة وأحكامها على الحكم ومصالح العباد في العاجل والآجل جميعا، فهي حكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها ومصالح كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى العبث، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. نحن نفخر بهذه الشريعة، نفخر بهذا الدين، نفخر بالله ونفخر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفائدة الثالثة التي هي الفخر بأحكام هذه الشريعة الإسلامية. الفائدة الرابعة التربوية هي تحقيق تعظيم الشريعة في النفس. أولا، نحن ازددنا إيمانا بالله، ازددنا تعظيما لله وحبا له، زاد فخرنا وشعورنا بالعزة بأن هذه شريعتنا وهذه أحكامها. يترتب على هذا أننا سنعظم الشريعة في النفس. ما معنى تعظيم الشريعة في النفس؟ يعني أننا سوف نعظم أوامر الله ونعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وسوف يكون لقول الله تبارك وتعالى افعل تعظيم في النفس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر، ونحن قد ازددنا إيمانا بالله وتعظيما لله وحبا لله سبحانه وتعالى وفخرا بأحكام هذه الشريعة. ومن ثم حينما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، نعظم ما سيأتي بعد ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتأمل قوله بعد ندائه، فإنك لن تجد إلا خيرا يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. فهذا يبث في نفس المسلم تعظيم الشريعة وتعظيم أحكامها والوقوف عند حدودها، إنما يقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. تعظيم لهذه الأحكام وهذه الشعائر، وهذا التعظيم ليس بالإكراه وليس بالغصب، وإنما هو تعظيم طوعي ناتج عن قناعة ومنبثق عن إيمان وصادر عن تعظيم لله وحب له وفخر بهذه الأحكام الشرعية. ولهذا لا يمكن أبدا لأي قانون بشري ولا لشريعة وضعية ولا إنسانية أن يكون لها في النفس الإنسانية هذا التعظيم ولا هذا الأثر، لأن تعظيمنا لأحكام الشريعة منبثق عن تعظيمنا لله منزل هذه الشريعة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة هي الانقياد للتكليف. النهاردة يمكننا أن نتمرد على أي تكليف من أي رئيس، ونطلع في الشوارع نعمل مظاهرات، يمكننا أن نتجاوز القانون ونتحايل عليه. لماذا؟ لعدم ثقتنا بمن وضعه، أو لأن هذا الحاكم قد ظلم في تشريع شيء أو في أمر الشعب بشيء. أما الله تبارك وتعالى فنحن قد ازددنا به إيمان، وقد علمنا أن شرعه شرع عظيم، ليس فيه حكم واحد ولا أمر ولا نهي واحد، إلا وفيه مصلحة تعود علينا في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا.
وآمنا بحكمة الله وبرحمة الله وبرأفة الله والرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. شرع لنا هذا ونهانا عن ذاك وأمرنا بتلك لما يعود علينا نحن. والله تعالى غني عن العالم، ومن ثم ما دمنا آمنا بالله وازددنا له حبا وتعظيما ونشعر بالفخر لأن هذه الشريعة نحن ننتمي إليها يعني نعتمد عليها ونفخر بها، فلا شك أننا سننقاد لهذه التكليفات لأن الله هو الذي أمر، ولأن هذه الشريعة وأحكامها جاءت على هذا الوجه من تحقيق المصالح للإنسان في الدنيا والآخرة. من ثم المؤمن الحق لا يسعه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. السمع والطاعة مباشرة، سمعنا وأطعنا، ولا نكون كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا ويشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم لعنة الله عليه. إنما نحن مؤمنون، نؤمن برحمة الله وبحكمة الله وبرأفة الله وبقدرته سبحانه وتعالى، وبأن هذه الشريعة إنما هي نزلت في مصالحنا نحن في الدنيا والآخرة، ومن ثم لا يسعنا إذا تحققنا بالإيمان وبفهم الشريعة والإيمان بها وبأنها هي الحق وهي العدل، لا يسعنا إلا الانقياد لكل ما جاء فيها. وهذا ما رأيناه في الصحابة، يعني لما نزلت آية الحجاب مباشرة النساء جميعهن لبسن الحجاب، حتى كانت التي معها فضل لباس فضل حجاب كانت تعطيه لأختها. لما نزل الخمر، نزل تحريم الخمر، الناس طلعت الخمر من بيوتها وكبوه في الشوارع حتى ماجت شوارع المدينة بالخمر، انقياد مباشرة. لماذا؟ الإيمان، الإيمان موجود في القلب مركوز في النفس معشعش في العقل وفي ثنايا الضمير. الفائدة السادسة هي الشوق للإتيان بالتكليف. يا سلام، فائدة تربوية في غاية العظمة، أننا بوصفنا مسلمين حينما نستقبل رمضان نستقبله بشوق. لماذا؟ لأننا نحب رمضان، ولأن فيه من المصالح ما سيعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة، ولأن فيه إصلاحا للنفس وإصلاحا للعقل وإصلاحا للبدن ولأجهزة البدن، ولأن فيه ثوابا عظيما يوم القيامة. ولذلك نحن نستقبل رمضان وننتظره بشوق بحب، نحن ننتظر الصلاة بشوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط فذلك من الرباط فذلك من الرباط. انتظار الصلاة لا يكون في المسجد، إنما يكون ما صلينا الظهر وانطلقنا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ننتظر الصلاة بروحنا بنفسنا بقلوبنا، نتشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى من خلالها مرة أخرى. لماذا؟ لماذا نتشوق؟ لأننا نحب الله ونحب شرع الله وآمنا بأن هذه الأحكام كلها إنما هي لمصالحنا نحن، ونحن لا نعبد الله من أجل أن هذه الشريعة فيها مصالحنا، إنما نعبد الله لأنه هو الذي أنزل لنا هذه الشريعة، وهو الذي خلقنا من عدم، وهو الذي أنعم علينا، وهو الذي دفع عنا الشر وجلب لنا الخير سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الإتيان بالتكليف له شوق، وهذا الشوق متولد عن الإيمان بالله والإيمان بهذه الشريعة وأنها كلها مصالح تعود على الإنسان في الدنيا والآخرة. الفائدة السابعة هي الفائدة السابعة لمعرفة مقاصد الأحكام الفرعية، هي حسن التطبيق للأحكام والإتيان بها على وجهها الصحيح. حينما نفهم التكليف نطبقه تطبيقا صحيحا، وهذا شيء منطقي. نضرب مثالا، أنت الآن حينما يكلفك
مديرك في العمل او مسؤولك في الدعوه او في الوزاره او في الحكومه او في اي شيء حينما يكلفك بتكليف، هل تستطيع ان تقوم بهذا التكليف الا اذا فهمت؟ لا تستطيع ان تطبقه تطبيقا صحيحا او تاتي به على وجهه السليم. لماذا؟ لانك لم تفهم، لانك لم تعقل. يجب ان تسال اذا غمض عليك شيء في التكليف، يجب ان تسال من كلفك. ولله المثل الاعلى، نحن لن نسال الله سبحانه وتعالى، لكننا سنجتهد في فهم الشرع من خلال ما ذكره الله سبحانه وتعالى، ومن خلال ما بيانه النبي عليه الصلاه والسلام في السنه الصحيحه، ومن خلال ما قاله العلماء. فنحن لن نستطيع ان نطبق الاحكام تطبيقا صحيحا وان ناتي بها على وجهها السليم الا اذا فهمنا الحكمه. ولذلك حينما نقول يا جماعه ان زكاه الفطر يجوز ان تخرج حبوبا غير التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابه، هناك صحابه اخرجوا اصنافا اخرى غير المنصوص عليها. لماذا؟ لان فيها مصلحه الفقير في هذا الوقت وفي هذا المكان. حينما نقول يا جماعه انه يجوز اخراج زكاه الفطر مالا نقدا، يجوز، والاراء كثيره في هذا، الاحناف والامام البخاري وعمر بن عبد العزيز وعدد كبير من العلماء ذكرهم ابن قدامه في كتاب المغني. لا مانع من هذا. فنحن اذا فهمنا ان زكاه الفطر المقصود منها اغناء الفقير في هذا اليوم وتطهير الصيام والزكاه عمن يمونهم الانسان، عرفنا بذلك ما يتحقق به هذا المقصود. حينما نقول ولا تقل لهما أف، ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أن كلمة أف هي المحرم. طيب وما فوق ذلك؟ هذا يأتي من دلالة النص، النص يدل على أن ما فوق هذا محرم، يعني النظرة السيئة، الإهانة، علو الصوت، الردود الغير المهذبة، كل هذا محرم بدلالة النص، بدلالة النص. لكن إذا لم نفهم نحن هذا المقصد أو هذه الدلالة، سوف نبيح شتم الوالدين. لماذا؟ لأنه لم يأتي فيه نص، النص فقط على لا تقل لهما أف، فنحن لن نستطيع أن نطبق الأمر على وجهه السليم والصحيح. السترة في الصلاة، ما المقصود بها؟ المقصود بالسترة في الصلاة كف بصر المصلي تحقيقا للخشوع، ولذلك اختلفوا فيها في مدى ارتفاعها عن الأرض، في عرضها، هل هي تحقق كف البصر ولا لا؟ وقالوا إذا كان يصلي وأمامه بحر هل يستر نفسه عنه أم لا؟ وهكذا. المهم إنه الاختلاف قام على إن هذه السترة تحقق كف البصر من أجل تحقيق الخشوع. مسألة النظر للمخطوبة، ما المقصود بالنظر للمخطوبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني انظر إليها يعني إلى ما يدعوك للزواج منها، للزواج بها منها، انظر منها إلى ما يدعوك للزواج بها، لأنك لو لم تجد ما تريد فسوف يؤثر هذا عليك في المستقبل. فالأمر هنا منوط بتحقيق دوام العشرة في المستقبل، يعني لابد أن تنظر إليها حتى ترى ما يدعوك للنكاح منه، وهكذا. فحسن الفهم عن الله والنظر في مقاصد الأحكام وفهمها يؤدي إلى سلامة الأداء وحسن التطبيق والإتيان بها على وجهها الصحيح. الفائدة الثامنة هي أداء التكليف بإتقان وإحسان، ودي فائدة مهمة جدا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فهم عن الله تبارك وتعالى مقصوده وعن النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة، سوف يتقن العمل
لأنه يريد وجه الله ويريد اتباع رسول الله ويريد الثواب والأجر المترتب على هذا، ومن ثم فإنه سوف يتقن الأداء ويحسن فيه. حينما نعلم أن الوضوء، حديث الوضوء الذي يقول إذا غسلت يديك نزلت الذنوب، وإذا غسلت ذراعيك نزلت الذنوب من ذراعك، وإذا تمضمضت نزلت الذنوب من فمك، وإذا استنشقت واستنثرت نزلت الذنوب من أنفك، وإذا يعني غسلت وجهك نزلت الذنوب من وجهك حتى تخرج من تحت أشفار العينين، من تحت من هنا. إذا استشعر الإنسان هذه الحالة هو يتوضأ ويستشعر بأن ذنوبه تتساقط من أعضاء بدنه، يخرج من الوضوء كيوم ولدته أمه، كأنه خلق آخر. هناك انتعاش، هناك صفاء، هناك نقاء، هناك حالة جديدة، حياة جديدة. يقبل على الصلاة بهذه الروح ويدخل في الصلاة ويقول دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة بخشوع، ويستشعر فيها الحديث الرباني: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال بسم الله قال ذكرني عبدي، الحمد لله حمدني عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إلى آخره. يستشعر أن الله تعالى يثني عليه وهو واقف. الذي يستشعر هذه الأمور ويعلم أجور العبادات ومثوباتها عند الله في الدنيا والآخرة، لا شك أنه سيدخل العمل بإتقان وبإحسان، يحسن في هذا العمل لأنه يريد الأجر ويريد الثواب ويريد رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. الفائدة التاسعة قبل الأخيرة، وهي الاستمرار ونفي الخطوع. أحيانا الإنسان يكسل عن العبادة، لكن اتضاع الإنسان على الأجر وعلى الثواب وعلى أنه يقصد بهذا رضا الله سبحانه وتعالى يجعله مستمرا وينفض عنه الفتور، الفتور اللي هو الكسل والراحة وعدم النشاط في العبادة. لماذا لا ينشط في العبادة؟ لأنه لم يقرأ عن أجره ولا عن ثوابه. الأذكار مثلا، أذكار الصباح والمساء المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لا نواظب عليها؟ لأننا لم نقرأ مثوبة كل ذكر من الأذكار. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص إلى آخره، من قالها ثم مات، مات على الفطرة. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قالها ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح فقد أدى شكر يومه وليلته. خلاص أديت ما عليك من شكر في اليوم والليلة. في الصبح 3 مرات، في المغرب 3 مرات. إذا أقول بالاطلاع على ثواب الأعمال وعلى الأجر في الدنيا والآخرة يجعل الإنسان مستمرا، لا يجعل الإنسان نشيطا دائما، لا يجعل الإنسان في حالة فتور وفي حالة كسل وفي حالة يعني تفلت من العبادة وعدم رغبة، وإذا أداها يؤديها حركات وانتهى الأمر. لا، نؤدي بخشوع، نستقبلها بشوق، نؤديها بإتقان بإحسان، نستمر فيها، ننشط إليها، نقبل عليها، وهكذا. فإذا العاشرة والأخيرة، تجاوز العقبات والمعطلات. ما معنى ذلك؟ ما الذي يجعلك تتجاوز عراقيل أمامك، توضع أمامك معطلات وعقبات أمامك أمام أدائك للتكليف؟ ما الذي يجعلك تنشط في صلاة الفجر؟ أولا هناك يعني معطلات كثيرة. أولا الشيطان، ثانيا الأهل والأولاد، ثالثا نفسك وهواك الذي يريد الراحة والدعة والسكون والركون إلى الأرض. لكن الذي يجعلنا نتجاوز هذه العقبات والمعطلات كل ما سبق من فوائد تربوية: إيمان بالله، الله تعالى أمرني أن أفعل لابد أن أفعل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أجر ومثوبة المشي إلى المساجد، كل خطوة تكفر عنك بها خطيئة وترفع بها درجة وتكتب لك بها حسنة. الصلاة في جماعة في بيت الله، الذكر، قراءة القرآن، أذكار الصباح والمساء،
كل هذا. ولذلك أهل الطريق قالوا: من لمح فجر الأجر هان عليه صعوبة التكليف. هو اسمه تكليف، تكليف يعني فيه مشقة، كلفك بشيء فيه تعب على النفس، هذا التعب هو من المعطلات، والإنسان يتجاوز هذه المعطلات بأن يلمح الأجر، استحضر الأجر، ينظر إلى الأجر هناك وحتى هنا في الدنيا قبل الآخرة. هذا يجعل الإنسان حينما يطلع الإنسان على حكم التكليفات ومحاسن الأحكام الشرعية يتجاوز هواه ويتجاوز المغريات. ما الذي يجعلك تكف بصرك عن الحرام؟ إن الله تعالى نهاك عن هذا ووعد على ذلك بالأجر. والذي يكف بصره عن الحرام يقذف الله في قلبه حلاوة يتذوقها في نفسه، معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى أنه بيمتثل النهي، ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى طلبا لرضا الله والجنة. فهذا الأمر طلبا لرضا الله والجنة هو الذي يجعلك تتجاوز أي عقبة أمامك وتستمر وتمشي. أي عطلة تقابلك يعني ما يعطلك سوف تتجاوزه بإذن الله تعالى، وسوف ييسره الله لك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. والعبد إذا أتى الله تبارك وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا. إنه الرحيم الرحمن. إذن هذه 10 فوائد تربوية تعود علينا من معرفة الأحكام التكليفية ومقاصد هذه الأحكام وحكمها ومحاسنها وآثارها: زيادة الإيمان بالله، تعظيم الله تعالى وزيادة محبته، الفخر والاعتزاز بأحكام الشريعة الإسلامية، تحقيق تعظيم الشريعة في النفس، الانقياد بالتكليف، الشوق للإتيان بالتكليف، حسن التطبيق للأحكام والإتيان بها على وجهها الصحيح، أداء التكليف بإتقان وإحسان، الاستمرار ونفي الفتور، تجاوز العقبات والمعطلات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتحققون بالفهم عن الله ورسوله، وممن يحوزون هذه الفوائد، تلك الثمرات العظيمة والفوائد الجسيمة التي قد ألقينا عليها أضواء في هذه المحاضرة القصيرة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها مني قبولا حسنا، وأن يتقبل منكم، وأن يجعل متابعتكم وصمتكم وحسن إصغائكم في موازين حسناتكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.